فمن ابوه استشهد طبعا، وبالمناسبه المقاطع اللي ظهرت اي الله شاهد ما ندري بيها الا بعد استشهاده هما بعد استشهاده يلا جنوده ولا نزلوا. ندري بيها. بس انا مره هذه طبعا التذكره، طبعا اصدقاء بتركيا شافين المشهور خبروني من تركيا، قالوا شفت علي؟ قلت لهم لا والله. قالوا راح ندزلك اياها هسه، فدزولي المقطع هاي مالته لما جاب الجنود. اي فخابرته قلت له ابو رعد شنو هاي معود ترى راح يصير هدف وداعش راح يستهدف. فقال اقول لك، قلت له ادري ولدك يعني ومرتك وابوك وامك، واحنا يعني انت شلون يعني ابو رعد يعني هذا وراح يصير هدف وراح يستهدفوا. قال لي بلغ عائلتي وبلغوا نفسكم وبلغوا اهلي، ينسون بعدك واحد اسمع عليه. انا بالنسبه لي يا اما النصر يا اما الشهاده، على ما اقول الله شهيد. والله العظيم هذا الكلام قال لي اياه، قال لي انسوا اعتبروني ميت يا اما انتصر يا يا اما الله. يعني هو هذا فعلا اللي هذا الكلام اللي قال لي اياه، اللي نبتسم بعصبيه من وبحماس بشد. وكان انه انا يعني اخوه دحشويه يعني هيك. قال لي اعتبروني ميت،